السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا مرحبا وسهلا بهالصباح الفنان المشمس البارد الدافي المختبص اللي غادي غير نمونه، تولك على البحر، تولك على السيارات والجيات، وإن شاء الله هنا شيء سيره إن شاء الله. عما غريب ترى الهويات خلت حد جاي الشمال قوية ورضفت 3-4 أيام، حد يسميها شم حد ويدلعونها أم سعيد بعد، وهالهويات وهالطهفات كلها أم سعيد، أم الطهفات مفروض هي والله جلبت الدنيا فوق تحت، لحد رامي يصير ولحد رامي وغلي السمك والحالة لله، والسبح الشمال كان عسب السمك على الأقل يرتاح في البحر فقارة، هاي تيارات تجيب السمك البعيد تخلي يقلج البر. البرنامج كالعادة اليوم بتريا صلاح لين يجي بنربس وياه ساعات بعده يغايب بعد ما يجي للضحى، الضحى العالي 9:30 و10 هذا وقت جيت بعد حتى صلاح من بليه ما حد هين، كل عود في دخان ما شاء الله عليك يا صلاح ونطق والله والله يقبض ما شيء من رمسته ما تقبض شيء من رمسه، وحين اللهم لك الحمد مع الاستمرارية واليلس ويا العرب والسوالف والسير والجي والله يا بوك نطق مرة ما شيء هالبحينة يعرف كل لا ويتنقم ويطنز ما في شيء يقولكم ما يسوي حين مرة ما يغلب شيء تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين. جيت اللحية ماي وابويه لحقوا على علي يبغى دهنمونه سبحان الله اللهم لك الحمد الله يغفر لهم. ولا يقر في البيت يعرعر في الشارع في الشمس 24 ساعة وما حد راي منه، من عقدنا صداقات وياه وهذا والحمد لله رب العالمين. بشيركم سبحان الله اللي عنده حد من هالنوعية أها ما يعطيه 90% من اهتمامه في عياله يكرسه في الحالة هذه، الحالة هذه تبع عناية وعبالة يعطيك ناتج مثل ما تشوفون الحين. والله يا أبوكم يا الأول ما تعرف ليش يقول، وكل يوم بتتكود وكل يوم يطيح وكل يوم حالته لله، والله ما لك الحمد الحين يكون حوالي من 10 سنين زانت حالته غدها على ما تشوفونه، النظافة والعلم والخبر ومعتني بعمره ولا يعيبه أي شيء، الصوالح ما تصلح له. هذا أخوي صلاح الأول كل شيء يوزل، الحين فقير كل شيء ما يعيبه، الأولي كانت حالته كسيفة لكن سبحانك يا رب رب العالمين غير من حال لين حال، خواته وإخوانه تموا يعتنوبه ويصيرون وياه ويون وياه، ونحن كلنا يعني كأسرة الاهتمام الأسرة في النوع من البشر هذا وايد جميل، بالأخص ما بعد سن 35 الاهتمام الضروري في أكله في أكله، وحي كل الحالات اللي مثل صلاح اللي الله سبحانه وتعالى هاي سنة الحياة يعني اللي الله توفاهم سببهم التغذية، اللي عند حد من النوع هذا ضروري يهتم في تغذيته، ما يخلونه يأكل 24 ساعة لأنه ما عنده حاسية الشبع واليوع إنه شبعان ولا يعمى يعيب كل شيء يتهلى عليه، فلذلك يزج عمره ما تشوف عينه، فلذلك يوصل إلى مرحلة انفتاء في سويحان واحدة من الحالات في السنين الأولية بعد ياها انفتاق في المعدة من كثر الأكل، وكذا واحد عرف كل اللي يتم العواق من التغذية، فلذلك اللي عند حد من هالحالة من هالحالات ضروري إنه يتعبل منه بشتى الطرق أو بأي طريقة من الطرق بكل ما يملك من القوة، لأنه وايد ضروري أن هذا الواحد يحافظ عليه. هذا اللي عنده حالة من هالحالات هذا كنز ورحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى، يقولون البيت الفلاني ما شاء الله عليهم لو يسوون شيتين عيش ويتم قوم سد، كيف ما يسد؟ لأنهم رايفين بأخوهم ولا بأبوهم ولا بعمهم ولا بخالهم ولا حد من هالنوع اللي عنده، فلذلك تلقط رب العالمين يجعل البركة بالرزج والحلال، ناهيك عن اللجر، البركة والرزج والحلال والستر
صحة، هذا كله ما يشرب مال، وحب الناس ما يشرب مال، هذا كله يجي من فعل الخير. فعل الخير يوم أنت إنسان تتعبل بكبير ولا صغير ولا عندك حال من هالحالات، رب العالمين يطرح البركة في رزقك وفي حلالك وفي عيالك ويرفل عليك بثوب السعادة والسرور والقبول وين ما تصير. سيارة جاي قدام البيت نضق، يا الله بصباح خير، يا الله بصباح خير، نضق إن شاء الله يكون جاي بشيء هاللي جاي، ما بيجي بشيء. استغفر الله، والله أسوي سوالف، أفتح الباب بعد أسوي سوالف، لا تحروني هذا مال صدق، لا أسوي سوالف، هذا بدريول كنا، دريول منو هذا يتخدى، منو ظنكم؟ تعال، إيه، ها السلام عليكم، ها منو دريول أنت؟ منو درويش؟ دريول، زين تعال، دخل، ها شو يريد؟ زين سير داخل عن طباخ، هي هي سير امشي، عبا تصير تطير. شو اسمك انت؟ زين الدين. منو؟ زين الدين. سيف الدين؟ زين الدين. سيف الدين، بارك الله فيك، سير داخل. زينو. زين الدين، يعني زين الدين غير عن سيف الدين؟ بارك الله فيك، انزين ما شيء مشكلة. يلا، شاف النار بارد، بعد، ما بهين. احنا ما بسيف الدين، زين الدين، كلهن زين، كلهن هذا زين وهذاك سيف، ما اقول عنك شيء. طرت علي سالفه قلت بخبركم بها. هذا صلاح الله يسلمكم، من يوم هو ياهل نحن بيتنا الاساسي الاول يوم نحن ياهل في مدينه زايد، شوفوا بيت مدينه زايد ايام الطفوله، من يوم نحن في صف الاول كل في مدينه زايد لين كبرنا وقدينا، يعني لين قبل 35 سنة، لين قبل 35 سنة تحولنا وين؟ البطين. البطين ما شيء حولنا بيوت، نحن منطقتنا روح الشارع ذاك يسمونه شارع الحفارة أو يزقرونه شارع الظلام، هذا الشارع ما فيه ولا بيت غير بيتنا نحن وبيت حياة عبد الجليل وبيت الشيخ مبارك وبيت الشيخ طحنون، وأرض عدالها عود في نصها شيء قصار عود، نسير الأول نحدق جش كبار وشيء قفدار تحت دار كبار، يعني تحت القصار هذاك وين طلع هاك المكان، عقب قالوا إنه هذا بيستوي بيت الشيوخ، تمينا ندور إنه بيت بيستوي متى هالبيت بيستوي، وآزم يخدمون هاك القصر اللي طول عرض عرض، ترى القصر كان للشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره ويحفظه. انزين تحولوا الشيوخ ونحن نكبر وصلاح يكبر، صلاح يحب السير والجي، وصلاح الأول ما يقر في البيت مثل ما قلت لكم، وبيموت على منو هب الشرطة اللي يقبضون بوابة الشيوخ، هل بالجيش الجيش يقبضون بوابة الشيوخ، وتصادق وياهم ويا الحرس ما قصر الشيخ خليفة، هذه قصة صلاح الأولية. فآزم كل يوم غدا وعشاء يصير عندهم يوميا، يتغدى ويتعشى ويتريق يوميا، ما ياكل أكل البيت أبدا، وعندنا حرمة لو البيت مساعدة منزلي يسمها نفيسة، ليه يا صلاح ما تقعد أبدا، صك وحك، كان ثلاث نفيسة ومعنتر وراوية، ثلاث لا راوي أيام دينة زايد، معنتر ونفيسة أيام البطين، يعني قبل 30-35 سنة، ما ينضرب متوفى نكي تكمل اندهر ويا يعني. هاي نفيسة كملت عندنا لين عرستنا، اليوم اللي كملت أم محمد أسبوع عندنا في البيت هي سارت مصر ولا ردت، ميت حية ما عرفنا منو نسأل، ما خلينا حد، حدايا الأبة ما عرفنا وين حدايا الأبة، ترى حدايا الأبة روح حب البلاد كبر بضبي بأربع وديات وين بنعرفها، المراد ما بهذا موضوعنا. صلاح الله يحفظكم، عقب ما عقد صداقة ويا الحرس مال قصر الشيخ خليفة بيتنا
باب القصر ما يقارب 300 متر، وكل يوم يعبر الشارع نحن من الطرف هذا ونحن باب نحن عدال. شوفوا عدال بيتنا الزاوية الأول، أول بيت عقب بنو بيت قوم علي الشرفة، عقب بيت حياة سعيد بن ناصر، ويجي بيتنا نحن عقب بيت خلفان بالعري، وعقب بيت عتيج بن مايد. حال بيوتها كل ما كانوا موجودات، فقط بيتنا نحن. المراد ما بهذا موضوعنا. صلاح عقد صداقة ويهل بالجيش، وكل يوم يصير ويجي عندهم ويكبر ويصير الوقت ويجي الوقت. عقب تموا هل بالجيش يسوون في بيوت في قصر الشيوخ، يبدلون الشفت هذا، يتبدل اللي يداومون شهرين هاي يغيرونهم مكان ثاني، يداومون هاي مكان غير بهنمون، يعني شفتات ما دي يسمونه، ما بني لها اسم غير الشفت، شفت هو يسمونه، أو مناوبة أو دورية، هب دورية يعني حدي يكملون 3 شهور عقب يغيرونهم مكان ثاني حراسات. هذا موضوعنا، موضوعنا الله يحفظكم. صلاح بين فترة والثانية يختفي لمدة نص يوم أو يوم، شو اللي يستوي؟ يغيرون يغيرونهم هل بالحراسة، ويجيهم صلاح يتحراهم 4 الأوليين، يوم بيجي زخوه شي بواب هناك إشارات المكتب، سكروا عليه في المكتب لين يجي ضابط ويحققون وياه، يتحرون يسوي سوالف إنه يعني مبصاحي ما يدروا بأنه صدق، وفك وصك وحك وصك وحك، وعلى هالمنوال مدة طويلة يعني، لين استخبروا الشيوخ. يوم استخبر الشيخ خليفة الله يطول بعمره قالهم أبوي كل ما بيجي لحد يتخبره، لا وين ساير ولا وين جاي، من يجي ترفعون له الحديدة، بغى يدخل الميالس يدخل، بغى يظهر اللي يباه خلوا يسوي، لحد يتدخل فيه. يعلى الله يحفظ الشيخ خليفة ويطول بعمره يا رب العالمين. لما الموضوع تم ما حد يعرفه غير الحرس، ان صلاح مسموح له يدخل قصر الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره. نحن كيف اكتشفنا ان صلاح كيف اكتشفنا ان صلاح صرحوا لي يدخل القصر؟ ما بالله عند البوابة عند الميلس الخارجي، لا يدخل القصر ويدخل وين يبقى ويظهر، ما حد يقول له وين سار وين يال، وفتشه من البوابة لين الميلس داخل فتشه طويلة. صلاح شي يسوي؟ يدخل لين الميالس. كيف اكتشفنا ان صلاح مصرح له؟ من يجي مخابيه منفخه، متنفخات المخابي يمزرهن كلهن حلاوه، شيء يسيل وشيء يذوب وحر موت جهنم، الطير ما يطير وهو هوير القوايل، يجيب حلاوه ويعطي قوم نفيسه ومعنتر كل ما يجسم عبد الدريولي، عندنا عبد الدريولي هالقريوم يسمون عبد الفتاح زكي، فتاح زكي من طنطا بعد توفى هذا حليله يا مرض الرعاش ما ادري شو المراد انه الله قلت بخبركم عن السالفه ما ادري كيف طلعت علي يلا برايكم زيدكم الشعر بيت الحين على كل ما يصير البطين لازم يبركن عند بوابه الشيوخ ويدخل ويسلم على الحرس ويرد يظهر على كل يوم هب كل يوم يعني في الاسبوع مره في العشرة ايام مره هالنمونه وبس طلعت علي السالفه قلت بخبركم عنها الحين توها الحين طلعت علي يلا برايكم هلا بعد انت وين هيني يا خيمي احلف لا ما سألت صدق ولا انت وين خيمة فخي يلا حين جاي قلنك تبعت السيف لا متسبح من الصبح انا ويارس ورام مسولف وياي بقصتك من يوم انت ياهل صاحي ونص يلا حين بيك بابا قال اي وي تبنجح قرنت شو هذا صباح الخير تمام جود مورنينج تو هاو ار يو بخير وين صرت وين جيت خلفت شويه صبر عرفت اني اشوف شو متريج ما شاء بابا هذا شو عيه حب او انا سيول تاكل حب اي سيارة يلا بصباح خير الصبح حد ياكل حب عادي عادي يلا تعال سير هنا خالي جيك نو صلاح مشكلة صباح الخير يعني صلاح الاول انت وين تسير البطين ابو اوشه لا خل بيت امي عوشه لا
خلاف ما تصير عند الحرس الحين؟ بيت النوم ولو ليش من زمان ما رحت؟ بجديد الشرطة بجديد ما يعرف الشرطة ما يعرفونك الشرطة ليداد يا الشرطة ليداد الحرس يوم بيكم صلاح لازم تعرفونه خلاص يعني يسمعونك حبيبي نعم بسمع ما يسمعون؟ لا بيسمعون حبيبي خلاص ما عارفك أنا هويه يعرف يعرفون هويه لازم حبيبي الحين قانون تغير الحين اذا ما عندك هويه ما يخلون اجوز سياره اجوز نسيب سياره زين رافعين الهويه موجوده في السياره اظهرها لهم من يشوفونه بيقول لك تعال شو المشكله بتدخل بتاخذ حلاوه شارات الاول بتظهر شو المشكله يعني زين سمعت يا الحرس منو وين بابا منو هذا اشوفه تو اشوفه برا ايش تبغى نسوي هذا من هناك صباح الخير هني وين صرت اليوم بسيت ثاني مس ثاني وين خلاص بس بس من بعد خلاص بس وين ناوي يصير اشوف بدي ثاني يا ابو خد وخد هاي بقول لكم خد وخد هذا خد حمر وخد حضر حضر خد حمر وخد حضر عيقها شوف ما اقول لكم اي والله سبحان الله سبحانك يا رب هذا يبو حي بوليله وليله وحي دقاق الطبيله توحيدها بخروف شويون شويون أربع حبات ما يضول ما يضول ما يضول بنطرش لكم شويون أبوي ما يضول ما يضول ها أربع حبات ما يبدش بلاك صلاح بلاك شاي شاي عشاي من ده ولا عمل له لا ما بزعلي لا مش أنا ما يخص مش انا قول بعدين مش عارف اهو اتبوس اتبوس مش عاجب لك الشاي خليك من يقول لك شيء صلاح سيد يقول ان شاء الله ان شاء الله من هالباشا صباح الخير صباح النور كيف الحال جود مورنينج جود مورنينج ليش النفسيه اليوم هالشكل وين النفسيه قاعد ادور نظارتي والله والله عشان اقدر اشوف زي الحين ايوه اهلي Good morning, how are you? كل شيء زين؟ كل شيء شو برنامج اللي الباحث على فكرة قلت ملخص عنك إنك أنت ترتب لي وقتي والحمد لله أموري طيبة من تمية تعدل البرنامجي وتقول الوقت الفلاني الساعة الفلانية بتصير يعني استوى الأول يطوف أسبوع ما أقضي حاي ولا حايتين الحين من رتبت لي قشاري كل شيء يتسوى شكرا شكرا أبو إبراهيم شكرا على هالإنجاز العظيم صلاح ترى يسرق فلوس من تليفونك بت... اي تعرف ايه انا بس حاجه دلوقتي انا بعمل صلاحوله ايه يسرق فلوس لا تقول ما قلت لك يحول من فلوس مال البنك تحول على من البنك على حسابه لا ت... ما يخصني انا ما يخصني لا قول له ما يخصني انا ما يخصني لا تقول هذا ابوي لا تقول ما قلت له شوف انت عيونه عيون عين لص عيون لص ايوه كل شيء طيب صلاح بيسحب بيزات من حسابك انا قاعد يبقى اهو بعمل له موقيت الصلاه كفى 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 اوقف اهو بيقول ما لم زين يلا شو بالك شو تقولون الحين انتم بيوديك مصر صلاح اجوزك امي ها هيوافق موافق هو هو هيدفع الماء احنا هندفع الماء صلاح صلاح منو بتجوزه محسن؟ مينون محسن منو بتجوزه؟ أمي لسه صغيرة يلا فيها غمة صلاح براتبي لها الطقم ضروس لسه ما كتب لها طقم جديد أو الأسبوع اللي فات الشارع عاد شو رأيك صلاح؟ حرمة بطقمها بجاهز بمرة يا بوكي هني غادي شيخ زقرت زقرتي ما بزقرتي عادي شيخ شيخ الزقرتية ما بلا واحد عادي والله يا ابوك مستعيب من اللي يقولوا لي يقول لي والله خلاص بس عاد عليك
بس عليك كم بتوبل خلاص وقف شو ها وقف زمانك في ذمتكم حتى رمسها اللي يقولوا له وقف زمانك اللي يقولكم وقف زمانك بتاخذ وطرك وطر غيرك هذا حد والله يا سلام الله ما يرد عليه هذا اللي يقول بتاكل بتاخذ زمانك ووطرك ووطر غيرك زمانك وزمان غيرك دع الفرصة لغيرك هونه خلى للجيل الجديد أن يدتبكم عسقة اللي يقول هالرمسة يقول لك خلى للجيل الجديد يقول أن يدتبك عسقة يلادم يلي تحرى الدنيا أبوي سايرة أبوي أبوي تول هو بادي والدنيا بعدها مجبل بخير من تشوف أنت نخيل تطلع وايد وتشوف الأذباش التاوم وتشوف الحريم التاوم اللهم لك الحمد أعرف أن الدنيا بعدها قوية وما مضى منها إلا نقطة من محيط يقولك والله بتقوم القيامة لا 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 ريضه القيامة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى القيامة وينك وين ليه ما ذي شو مليون علامة وعلامة لها بعد لما الحديد ما نطق يوم بينطق الحديد هل يقولوا الرادة وبرا هذا ما بحديد ها مخلوط أسيام ووايرات وما ذي شو لا لين ينطق الحديد شي بيب روحها وترمس فيها براطم وضروس ضريسات ونقاقة ولسان الموت وروح يربس هذا يطرون هب والله التلفزيون نطق والله نطق الحديد لكم ما تنطقون سامحوني هل البطين اللي قلت اللي الصبح ما طريتكم أبوي صلاح كان يتلي البيوت كلها بيوت قب مايد كلها بيت عفر المسعود الله يحفظها ويطول بعمرها بيت سعيد بن ناصر بيت قم علي الشرفة يصير بعد بيوت السودان داخل في البطين يصير بيوت البومهير وين بعد يصير يتليه البيوت كلهن كل بيتي وايج عليه ويجلس ويسولف عندهم ويرمس يعني هاي كانت سيرة صلاح الصبح يشتل الصبح ما يلا الضحى العالي يشتل مرة ويظهر الشمس يتني مع النقمات مع تشريها بلاك ما قلت ان صلاحيين نسيت عاد صار عن بالي احلى صباح معطر بالبخور من جنوب فرنسا لأعز الناس في أبو دبي بالإمارات أبو محمد وصلاح منو يدخل في عقله أني أنا في هيئة اسمها هيئة الصحة والله يا أبوك ما تقول أنت في هيئة الصحة توقع عمرك أنت في فندق جالس في مسرح أوبرا شيء والله العظيم الأول الدواير شكلها غريب عجيب الحين الدواير ما شاء الله شكلها يعني بدك حتى تسير على كل الدوائر أزمت كل دائرة أحلى عن الثانية كل دائرة بعيدة خير عن الثانية في تحس كأنه في تحدي بينهن تحس أنه كأنك جالس في مجال تحدي إبراز الشخصية إبراز شكل الدائرة إبراز نموذجها الجميل يعني يهتمون في أدق التفاصيل شو مش قاعد الفينيشينج مالهم يعني في البناء في الديكور في تناسق الألوان يعني اللي خطف ما تلقط هالاهتمام موجود أبدا سبحان الله ما أقولكم الدنيا قوية الدنيا مجبلة بخير يعني يقول في الخير مجبل هذا اللي يطرونها الخير مجبل وين كنا وشو أصبحنا شو الحال اللي نحن عليه أحب أصور لكم بعد مبنى من خارج تشوفون كيف غادي الدنيا من خارج تحرى عمرك مجبل على مسرح للأوبرا السلام عليك معي سامحي ترياس أصورك صور خلاص أنت مرخوص يا أبو شحالك الله يسلم كيف أنت الله يحفظ أحمد عيسى الفلاحي مش حاف كيف انت هي نعم خلصوا يا جماعه الله يسلمك انا يا ابو هرك قلت ما الحق لا خليت شكرا حبيبي بارك الله شكرا يا ابوك دائرتكم تروح نمونه ليها ما ودي يظهر الله يطول عمرك شكرا لا خليتكم الله يسلم سبحان الله هيا ما اقولكم لا حد زايد ابوي على دوله الامارات لا حد زايد على دوله الامارات في اي شيء هذا منو يليش في عقله ويتوقع ان هذه دائرة حكومية دائرة الصحة هاي دائرة اللي تشوفونها اللي يشوفها من بعيد بيتحراها أبوي مسرح أو مال أولمبيك ولا نادي من هالنوادي العالمية شوفوا
قرب الله ما بغير يرسامان اللحين قرقع وقرقع 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 زي برايي على نفس تسجلت مثلا هاي اللي تشوفون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي شوف وهاي بعد شيء من غير اللي هناك كم دائرة بدائرة وكل وحدة بعيد أخير عربي حتى تحس إن بينهن تحدي هاي دائرة تصحب على بزوج المج هاي جدام من سنة دقيانوس مستويات وهالنمونة ما بالك عليه لو شيء جديد لو شيء جديد تو مجدد لو شيات بتشوفه بيسوون اليور في ديكوراته لكن سبحان الله شيء جميل ياخذ العقل ابويا نيت البيت والامور طيبه وكل شيء زين ومن حسن الى احسن صرنا دائره الصحه وصرت بعد دائره بعد منقيب عندي شغيلات وخلصت ورب العالمين يسر الامور والحمد لله الامور سهالات اللهم لك الحمد الدنيا ابوي على ما قالوا كلها توافيج وين ما اسير الامور طيبه وكل حايه نبى نقضيها رب العالمين ييسر لنا عيال الحلال 5 دقائق ما ناخذ على ما قالوا قمض برج ابو محمد طال عمرك هذه زهر المرينجا طال عمرك بعد ذلك مع الوقت تتحول الى بهذا الشكل وتكون بذور او تطلع بالشتل تزرع وهذه زهرة تحياتي وسلامي لابو محمد خاص على المعلومات والله يجزي الف خير للمتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه شجرة المرينجا اللي تحدث عنها أخونا أبو محمد خالد الخالدي وهذه الشجرة نحن نزرعها في شجرة وشجرة تبعد عن الرياض 200 كيلو و 700 كيلو عن مكة و 700 كيلو عن المدينة المنورة أهالي شجرة طال عمرك يزرعون هذه الشجرة ويستفيدون منها في جففونها استخدام الطعام والشاهي والأكل الطبيعي وهذه شجرة المرينجا اللي تحدث عنها أبو محمد الله يجزيه ألف خير والمتابعين وهذا توضيح للشجرة وحجم الشجرة الطبيعي اللي موجود عندنا وسلامي لجميع متابعين أبو محمد وخاصة نشكر أبو محمد اليوم يوم الخبيثة الصاروطية العالمية تذكرنا فيك يا الخالدي مساك الله بالخير أبو محمد هذا هو البربل شيش قايل وهناك بعد ما شاء الله مقرنا مغنين ومشأنا بأيدي كل نفس ليعة والعكس أولي مارو ما شحب أريد عرفنا أبو ناصر اليوم عيد بن سيف بن محمد بن هادومة القبيسي فرحنا بشوفها يا غير ما أبطأ رويلاته يعورنا لك الحمد لله بخير وسهالة ولا يشكو من باس كم فرحت بيته يا الله يحفظه أجين يلا خلي اليوم الهي مساكم الله بالخير والنور والسرور عادة الأول ما صور أصور عمري لكن اليوم صور الطرف هذا لأن عالم الطرف هذا والطرف اللي وراي شيء أوادم فل تقريبا الجن غير ما بوايدين وايدين وايدين يعني ما بزحمة يعني تلقط جداو كل جهاز نفر ونفرين ثلاثة كابتن سلام عليكم كيف حالك مساء الخير كل شيء أوكي بارك الله فيك شكرا من احسن الكباتن ما شاء الله اللي عندنا
عادة حد من العرب الكباتن تسأله ما يرد عليك حتى الخبر، يقول لك لازم بيرسونال. لا هذا ما شاء الله الكابتن، وأغلبية والله الكبهات اللي عندنا يعني كلهم ما شاء الله بالشوفة المراد الأمور طيبة وكل شيء زين وما شيء خير عنه. شيء فيديو بنزلكم إياه بخصوص تأمين السيارة، برد أرمسكم على بعده. اليوم الصبح نزلنا على إنستغرام معلومة بغيت الجميع يعرفونها داخل الاستفادة، يعني إن الناس تبقى السعر المناسب وتبقى الشركة المضمونة تبقى هاي شركة تظهر لك أحسن الأسعار الموجودة. الشركة هذه تظهر لك أحسن الأسعار الموجودة، بحط لكم رقمها والفيديو اللي بنزل لنا حنا الصبح بعد. اسم الشركة شركة النورس للخدمات والتأمين، شركة وطنية 100% ومصداقية وسرعة في إنجاز في كل شيء. بسمعون فيديو وافي. في حال بغيت تأمن على سيارة أو سيارتين أو 10، ما عليك إلا أنك أنت تصور صورة الملكية وصورة الليسن وترشن على الواتساب، في خلال دقائق توصلك بوليصة التأمين وين ما تكون، كنت داخل الدولة أو خارجها، في طيارة، في سيارة، في بر، في بحر، في جو، في مكتب، وين ما تكون. شركة النورس لخدمات التأمين توفر لك الخدمة هاي وبأنسب الأسعار، أسعارهم منافسة ما يوجد لهم مثيل، أسعارهم تناسب جميع الناس. الكريم كراميلا هذا موجود في وين؟ في طرف سلف في برده اللي من طرف المقاهي والمطاعم، هاي في البرد هذا، يعني اللي بيصير لندن ولا بياكل من الكراميلا هذا عباره ما كانه كل كراميلا دبت حياته، حتى لين ما يداني الكراميلا يجرب هالكراميلا رقم واحد. فنان عادي تلطم 7 في خلال 10 دقائق، عادي 7 هم كبار على كبر الفنيان العود، شوية كبر على الفنيان العود، شيء يبري العليل ليه على ينبه، العليل ليه وين يبريه ينقز على كراع نهار ثاني. مساكم الله بالخير. ايه نص الليل يوم على ظهر لكم. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، ظهر لكم ابوي اليوم نص الليل. اليوم الله يحفظكم سنين ما عدينا لكم خريريفات، اليوم الله يحفظكم شيء خروفة شنق بن عنق. ومنو شنق بن عنق؟ وليش اللوادم الأول تطريه شنق بن عنق؟ شنق بن عنق شخصية خرافية، شخصية جميلة، أطول ما خلق الله في الكون، يتشبه للعرب بشكل الشراع، بشكل بنادم، كل وقت يظهر بنوع معين يتهيئ لهم. وين يجي هذا؟ يجي من الهند والسند ويعبر المحيطات والخلجان، يطفو البرور والبحور لين يظهر في وين؟ جدا الفجيرة، يطلع عندهم في الفجيرة، يظهر في الفجيرة، يجي من الهند ويخطف على بر فارس، يخطف على الدنيا هذه كلها. مسمينه شنق بن عنق لأنه أطول شيء في الدنيا العود، طويل بلاد، طوله بمحب. أطول عن الشيب، شفتوا الشيب هذا مال النفط مال البترول، أطول عنه، وشكله وسيم وجميل وأبيض، أبيض غير برار، قالب ثلج لكن عملاق، ويي بر دبا، يوصل بر عند دبا والفجيرة، يغزي البقع هذه كلها من حول لين حول. في ييته الناس كلها تتضايق، لكن ما يرمون يقولون له نحن نتضايق منك. نيي موعد ييته وبيوصل عندهم مرة من هاي البلاد، كيف يجي؟ ترى هو طويل ما يغرق، يخط في المحيطات والخلجان وهو يمشي، ريوله كريل كبر الباخرة، جدم ريله كريل كبر الباخرة، وطويل لا يغرق لا في محيط ولا في
في خور ولا في غبة ولا في أي شيء، في كل مكان يجي له مريال ويخطف على بلادين وعلى مناطق، يوم بيوصل عند هالفجيرة انمشى وما يغث حد، لكن طبيعة حجمه ومن حجمه هذا ياذي الوادم، يدوس على نخيلهم، يكسر بيوتهم، يمشي يوم بيتنسخ تكسرن القدرات وطارن العرشان وحياتهم لله، انصخه يوم بيتنسخ هذا طوفان يسوي كبر حجمه، يوم بي عند هالفجيرة تلومه لقطوا ما وراهم ودونهم وحطوا زر بطنه، شو بيم زر بطنه حطوا ما يحوشون ويلوشون وكودوا، حد يطبخ حد يحط شيء ني وشيء مطبوخ وشيء نصوة وكودوا له، كل يوم بيمتزر بطنه، رد عاود بلاده، كمل يومين ثلاثة من هو يشبع عندهم ويب وحده، لكن الويب اللي بياكله عند هالفجيرة كل بوي محصول اللي يمعوه في بخاخيرهم مدة طويلة، فيردون ما عندهم شيء، يازمون بوي على الحميد المجيد ياكل ما وراهم ويدونهم، ويصير هذا شنق بن عنق وسيم وجميل وطول عليه، لذاك مسمينه شنق بن عنق. فلذلك معلوم انت زين وخير وطيب وما تاذي الناس، لكن ييك ثجيله، ييك انت يا شنك بن عنك ثجيله على هالفجيره ولا تنشها. شنك بن عنك الله يحفظكم، هذا ابوي اجي املط لا يستر ينبه ولا عنده شيء يلحف عمره، شو بيخيطون كم بيخيطون له المراد، يوصل ابوي هذا أي رد ربناك ما خلقتنا من بحور الهند والسند، أي ربناك ما خلقتنا صلط ملط، يوم بيوصل عند هالفجيرة شو بيسوون، عازموا يشاهد استاذوا يا هي مصيبة، شو بنسوي هذا حين نحن امتحنا وياه، دميت كل سمج قفيت كلني طير انيانا، ترى نحن امتحنا وقف ما ورانا ودوننا في بطنه، ولا نحن ما بنقول شيء للضيف، ومني شكله فنان يطرد الفقر 40 سنة طوله شنق بن عنق، ويجي من آخر الدنيا بياض وشكل ورنق ما حد ما يعيبه الزين، العرب بكل هالتهلع بعد اللي ما يتهلع بعد غير نمون، هذا ما فيه فات بلي فاد بلي حاسية، العرب أبوية كلها تهلع المراد، يا معو هالفجيرة كلهم وعندهم منك هالدبا وهالكلبة وتيا معو كلهم سووا خطة، شنق بن عنق ترى إنسان في خير، وشنق بن عنق ريال جميل وأي ودي ولد عرب ناس طيبين ما يحب الغلط، كل الأغلاط هاي تستوي غصب عنه يعني لا إراديا، هذا الهويات والطفات والسونامي اللي يوم بيوصل جلب الدنيا، ترى يوم بيتنسخ تفدع اليريد وطير العرشان وطير خيامهم وطير بيوتهم حالتهم لله، لما نتسخها ترى شنك بن عنك تيامع، وقالوا نحن بنخليه يتلوم بنلومه وبنخليه يستحي بنسوي له خطة، شو سووا باحسين هالفجيرة قرب الله تعدوهم، مشى والله يسلم يوم حادو قريب يوصل، قالوا نحن بنفك عمارنا امنه ومن شره، نحن حينه هو ما يقصد الشر لكن يصيبنا القاصر من ييته، نحن ابويه الحين بنسوي له خطه، شو الخطه اللي سووها، سووا خطه ولايتيه بحاستن فيهم هالفجيره ما استوت على حد، يا معو ترى مثل ما قلنا لكم قبل أي رد ربنا كما خلقتنا صلط ملط، ها مشوا بوي ويمعوله يميع السباريح والشعابيط والخلاجين وكل شيء، وخاطوله وزار تخيلوا هالعملاق شي يسترين به من مدوره لين شعبريله، كم طاقة يباله كم طاله وطول الشيب كبر الشيب أكبر عملاق في الدنيا العود، نشوا أبوي قالوا له
اسمعي يا شلوله، اسمعي يا شنك بن عنك، نحن بويايبين لك هدية ونرجو منك انك تقبلها. قال بشوف. يزاك الله. استغرب ما كد عطوها خوصة، ما حد كد عطاه شيء اصلا. منو يفكر يهدي؟ شت هدي لا ما شيء يصلح له، لا عمامه لا كندوره، لا شو بيسوون، لا نعول لا ما شيء بيوالمه، ما شيء اكبر عنه. قالوا له نحن خطنا لك هالوزار. قبل الهدية وهو مستغرب، توزر عيبه الحال ان ستر عمره. يوم توزر وعيبه الحال، افتر عاده الوالي، افتر عليه والي والي كلبه، والي كلبه الوالي هاك اللي يوم يسمونه خماس بالضروس. خماس بالضروس هذا ما يخيل، بيعاري. خماس بالضروس بيعاري ما يخيل. حرمته يسمونها كلثوم القرامة. كل دقيقة صك وحك بينك انت يا كلثوم القرامة وانت يا خماس بالضروس. معركة بينهم. المراد ما بنحن ما علينا منهم، خلوهم عليهم. افتر ابويه خماس بالضروس قال حق شنك بن عنك، نحن ابوي الوزارة اعطيناك اياه وانت يا زلك علينا. شوفوا حيلته، حيلتهم. يبون الله يسلمكم يخلونه يتلوم عسب انه يصير ولا يجيهم مرة ثانية. شو اللي استوى؟ قالوا له نحن الوزارة خطنا لك اياه، هذا هدية. يا غير الهدية هذه ابوي مدية وراها ابوي انك تدي قيمته. نحن ابوي ساعة دون ساعة لازم ناخذ قيمة هديتنا، فقيمة هديتنا المبلغ الفلاني. قال انت تشوفوني جايينكم انا ايرد، لا علي ثياب ولا عندي مخابي، وين اجيب لكم فلوس؟ قالوا له عاد انت بصرك. تلوم شنق بن عنق بوزاره وخطف في الغبه يمشي. خرس الوزار، خرس الوزار يوم دخل في الخور، خرس الوزار، خرس الوزار وتخرطف او ما استمالك توازنه وقرج ومات شنق بن عنق. وافتكوا هلف جيره مو ورا الشو، مو ورا الوزار هذا. وهاك شنق بن عنق اجتله الشو المستحى واللوم. المراد فهمه من هالخروفة، الآدمي مهما يكون فيه من صفات الجمال أو الـ أو 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 الوجاهة أو العز أو الأصل والفصل، ما يغدي ضيف ثجيل، ما يغدي ضيف غير مرغوب، ما يضيف العرب للناس اللي على قد حالهم ويضيج عليهم. أنت تشوف إن البيت هذا رأس مالهم بغرفة ولا غرفتين، تيهم أنت وعيالك وتجلسون عندهم في بيتهم وتعرفون حالتهم ما يعلم بها إلا الله، تضيفونهم ثلاث وأربعة أيام في بيتهم. هذا الشيء الحمد لله الحين الدنيا ريخة، الأمور أبويه طيبة على ما قالوا، توجد الفنادق بسير عند الناس أبوي اللي عندهم مكان. ما بضيج على عرب في بيتهم، ما بسير آذي الناس، ما بسير أصابحهم وراوحهم صبح ومساء أسير. حتى قالوا يا مرحبا، لو حتى قالوا قرب، ما بجرب عمري أنا بس تعزم صبح ومساء كل حد يقول لي قرب بعفد، كل محب من قال لي غداك إن شاء الله، لا كلمة تنقال غداك عندنا ولا عشاك عندنا ولا كلمة تنقال. أنت تعرف ظروفهم هاي؟ ما تعرف ظروفهم، ظروفهم أنت ما تعرفها ولا تدري بالوضع. هذه هاي 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 نص مصيبة، وأنك أنت تدري بالوضع بعد وتسير هذه مصيبة بكبرها. إن كنت ما تدري فهاي نص المصيبة، وكنت تدري وسرت غياب هذه عادة المصيبة بعينها. فلا دمي يكون خفيف ظل. خطف خطف أبوي لو على فنيال قهوة عتبية، ما يكلف على العرب ولا ياديهم ولا يخلي بيتهم أبوي يدوس صبح ومساء. لو يقولون لك مرحبا، كلمة طيبة معروفة عند هالإمارات وعند كل دول الخليج. يا أخي الآدمي ضروري أن يكون خفيف طينة، ما يغدي ثجيل، ما يغدي أي ويبرك بركة وحدة عند العرب. ما علي سيرت على الناس بغدي خفيف. يا بخت من زار وخفف.
لا مو معنا بصورة خالية. هذا ابو غراب وحال على ياسمين. حنت هم في الحنت مطولة. يسم ياسم بسم الله الرحمن قل هو الله احد. تتباني شو اسوي اصور حسابك واقول تابك بيوها شو عليه مطروب يعني من زينك من قواك من رنقك الفنان انت شفت عمرك صد جاي.